الشيخ حجاج الهندوي. ونحن هنا ننقل لكم صلاة الجمعة، وقد حان الآن موعد أذان الظهر من يوم الجمعة من هنا من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن المشير طنطاوي، ونحن بيوم الشهيد. ويحضر معنا هذا الاحتفال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد للقوات المسلحة، والسادة الوزراء، وبعض السادة المحافظين، وكذلك عدد من السادة الوزراء، وجمع كبير من قادة القوات المسلحة والشرطة والضباط والجنود. أيها الإخوة المؤمنون، إن مصر حريصة على إحياء هذا